لو في 20-30 وحش كاسر جائع، وكل هذا كل هذه الوحوش مربوطة بأزمة متينة بيد جهة رحيمة عليمة حكيمة، فأنت علاقتك مع الوحوش أم مع من أمسك بأزمتها؟ فإذا أرخى حبل أحدها وصل إليك، فإذا أبعده عنك نجوت منه. علاقتك مع من؟ مع الله. لذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. هاتان الكلمتان فيهما ملخص الملخص.